القالة تونيز جوهرة الشرق، جوهرة المرجان، معالم وحصن عتيق. باسم تونيحة أو تونيزة، خاطر كانت تنبأ بأهمية هذا الميناء، حيث كان هنا تبنى السفن لدولة الأغالبة، وكان القمح لولاية الطرف كاملا ينزل إلى هنا لكي يذهب إلى الدول الأخرى. للبحر حوريته والمرجان ثروة وتشكيل. مدينة سياحية تمتاز بالمرجان، هو جوهرة الشرق. أهلا بكم وأهلا بالزوار كل في مدينة القالة، بإذن الله نقلبوها القالة تقبل، ومرحبا بكم على العين والرأس. أهمية كبيرة في المرجان، حيث المنطقة تزخر بكنز كبير هو المرجان. وحلم الشباب في السياحة والاستثمار من وراء البحار. قيس عايش في فرنسا صافي ديبي 2013. كي نجي لنا البلاد ما نحب نجي للقالة، لأن نرتاح في القالة، نسولاجي مع البحر مع الطبيعة. القالة تعجبني مع مدينة سياحية، ونحب نستثمر فيها. تما عبدي يحب يدير بروجي مليح سا ديبون في السياحة. تتكتب في الكتب وتتحب في القلب، ما شاء الله. القالة يجولها من كل مكان، بحر، بحيرات وآثار، تاج مرصع على جبين القالة، والصورة درس بالكتب وحب في القلب.